دي احنا هنتكلم دلوقتي على الفيترلاين فينز. الفيترلاين احنا قلنا فيه تلاتة فينز بتصب في كل هورن من السينس فينوس. اول فينز اللي هي بيسموها الفيترلاين فينز دي واحد 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 ناحية دي واحد ناحية تانية في الامبراكل في كومن كاردينال. الفيترلاين فينز ادي كل دي فيترلاين فينز بالليفر ينمو في النص ادي الليفر اهو ابتدى يبان. فنمو الليفر قسم الفيترلاين فينز لابر بارت ادي هنا ابر بارت فوق اهو وده ميدل بارت وده لور بارت. الابر بارت هنا اللي هو بتوين الليفر المفروض فوق في الهارت بين الليفر والهارت يحصل له ريجريشن يقل في النمو بتاعه يبقى ده الفيترلاين فين الابر بارت يحصل له ايه ريجريشن. الميدل بارت اللي هو ده جوه الليفر ده بيشترك في السيناسويدز وذا ليفر بيشترك في الليفر ايه سيناسويد وجزء منه صغير بيخش في تكوين الانفيرو فينا كيفا زي ما هنشوف بعد كده. يعني ده بيخش في تكوين سيناسويدز في الليفر وجزء منه بيكون من الانفيرو فينا كيفا زي ما هنشوف بعد كده. الجزء اللور بارت اللي هو كودال تو ذا ليفر ده بيحصل بينه ادي التو فينز اللي هم الفيترلاين فينز بيحصل بينه هنا وبين الناحيتين انستموزس واللور بارت ده بيعمل لي البورتال فينوس سيستم. يعني الانستموزس دي بيكون نتيجتها الفيترلاين فينز مع الانستموزس يعملوا البورتال فينوس سيستم اللي هي البورتال فينز اللي بيخش جوه الليفر وبعدين بيكون البورتال ايه سيركوليشن اللي احنا بنشوفها في الايه في الابدون. فادي القصه عندي ادي الفيترلاين فين ادي الفيترلاين فين يكون الليفر يتقسم ابر بارت وميدل بارت ولور بارت. الابر بارت يحصل له ريجريشن يعني يصغر الميدل بارت يعمل سينوسويدز اوف ذا ليفر وممكن يكون جزء من الانفيرو فينا كيف زي ما نشوف بعد كده. اما اللور بارت اهو بيكبر بعد كده ويعمل لي البورتال فينوس سيستم او البورتال فين والتريبيوتريز ايه بتاعته. ده الفيتال المين او ديفلوبمنت اوف ذا فيتال لاين فينز.